الرحيم. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس العملي 11 في مقرر أغذية نباتات المصدر. هنتكلم بقى الأسبوع اللي فات اتكلمنا على اللوز صح؟ هنتكلم النهاردة عن الكاجو. هنتكلم عن البيوت كومبوننت اللي موجودة في الكاجو واللي منها الفاتي اسيد بروفايل وتوزيعه الاحماض الدهنيه المشبعه والغير مشبعه. والفايتوستيرولز والفايتوستانول اللي موجوده في الكاجو والفايتات وهنتكلم برضو عن الفيتامينز اللي موجوده فيها. لو انتم فاكرين احنا يوم السبت اتكلمنا قلنا ان البلح موجود فيه فيتامين كي صح؟ الكاجو برضه فيه فيتامين كي، وعلى فكره الاغذيه اللي موجود فيها فيتامين كي قليله. لان هو فيتامين كي معظم الانسان بيحصل على احتياجه منه من البكتيريا اللي موجوده في القولون. البايو اكتف كومبوننت اللي موجوده في الكاجو، طبعا الكاجو استروبيكال ثمره استوائيه، طبعا الكاجو مختلف عن بقيه المكسرات في ايه؟ ها؟ مش موضوع يحتوي على الحديد، ان هو التكوين بتاعه اصلا عبارة عن بذرة ثمرة فاكهة. يعني هو الكاجو ده عبارة عن بذرة، عارفين النوايا اللي موجودة في المشمش والخوخ هي بالظبط ثمرة زي وجسمها والنسيج بتاعها لحمي. في حاجة اسمها القاقة، تعرفوها؟ شبهها كده. دي برضه الكاكا ديت برضه فاكهه استوائيه، فالمهم هي فاكهه استوائيه يعني فاكهه. والكاجو اللي احنا بناكله ده عباره عن الايه؟ النوايا البذره بتاعتها. فهو عباره عن ثمره استوائيه، والجزء اللي احنا بناكله ده عباره عن ايه؟ سيد بذره. فاحنا بناخد البذره وما تقريبا ما بيتمش الاستفاده من بقيه الثمره، بتعمل منها احيانا مربى وعصير، هي فاكهه حلوه يعني. is one of the most economical important genera يعتبر من اكثر العائلات المهمه اقتصاديا. منين العائله؟ الانكارديكيا فاميلي اند از بريزنتلي كالتيفيتد ان ميني ريجنز اوف ذا وورلد وتزرع في اماكن مختلفه من العالم. تمام؟ وورلد برودكشن 2.8 مليون طن، والكاجو على فكره بيعتبر من افضل انواع المكسرات من ناحيه الطعم والقوام. ان لو لاحظتوا من الانواع الثانيه من المكسرات بيبقى فيها نسبه من المراره البسيطه، انما الكاجو ما فيهوش. ايه هي الدول اللي بتنتج المكسرات؟ الفيتنام ونيجيريا. والهند ار ذا ميجور كاجو، طبعا الهند من الدول اللي بتنتج المكسرات بكميات كويسه يعني. كاجو لاند بروديوسر بينتجوا حوالي يعني هم تقريبا الفيتنام بتنتج 33.5% و20، وهتلاقي الدول دي كلها دول استوائيه، دول حر. تمام. ذا كاجو اندستري لينك سيل ذا وورلد برودكشن اوف ايدبل نتس، تعتبر طبعا احنا قلنا ان اللوز تقريبا هو اللي من اعلى من اكثر المكسرات اللي بيتم انتاجها في العالم، والكاجو تعتبر هي ثالث نوع من انواع المكسرات اللي استهلاكه على مستوى العالم كبير. كاجو تري بروديوس سيفرال برودكت، اما اتكلم عن الكاجو تري يبقى انا بتكلم على الثمره نفسها. هتشوفوا الصوره دلوقتي. كاجو ناتس از ذا سيد اوف كاجو، يبقى
الكاجو اللي انت بتشوفه في المحل ده عباره عن البذره بتاعت شجره الايه؟ الكاجو. يعني انت لو زرعتها ممكن تطلع لك ايه؟ شجره كاجو. There is no doubt that the nut is the most important product of cashew tree. وبالتالي مفيش شك ان البذره بتاعت الثمره ديت هي الجزء الاقتصادي الكبير واحنا بنزرعها اصلا عشان نحصل على الكاجو. طيب الكاجو بيستهلك روستد شيل سولتد، عاده الكاجو بيستهلك محمص او مملح. اتس فروت. طب بقيه الثمره نفسها بقى، بقيه الثمره نفسها دي ممكن يتعمل منها مربى، ممكن تتاكل خام، ممكن تعمل منها مشروبات، وهي بتبقى دي. طبعا الصوره هنا مش واضحه، شايفين ان ديت الثمره بس مقطوعه من النص، يعني اللحم بتاعها لونه ايه؟ ابيض او اصفر. ماشي، كاجو ابل، يعني هي دي الثمره نفسها، والبذره بتاعتها مش موجوده في وسطها زي معظم الثمار، موجوده فين؟ اسفل، واخد بالك؟ وفي الناتشيل والكرنل. طبعا الناتشيل ده اللي هو الغلاف الخارجي اللي هي الكسره اللي غير ماكوله، وديت بقى البذره اللي موجوده جوه اللي هي بتستخدم في الايه؟ عرفت الكاجو غالي ليه؟ يعني كل واحده من الكاجو جايه من ايه؟ من ثمره. انت متخيل؟ يعني كل واحده جايه من ثمره. For the last decades there has been a surge of interest in searching for bioactive component. في طبعا اهتمام بالbioactive component اللي موجوده في المكسرات. Bioactive components are the beneficial component in functional healthy foods that are responsible for their disease prevention properties. امتى بقول على المركبة الحاجة functional؟ الأغذية الوظيفية أو الـ functional component أو الـ bioactive component هي عبارة عن مركبات بتقوم بدورين، إيه هما؟ تعزز الصحة وتمنع المرض. تعزز الصحة وتمنع المرض. They may exert their effect by acting as. طب الأهم إيه هي؟ الأهم بقى الـ functional effect اللي الـ bioactive component بتعمله، ممكن تبقى أنتي أوكسيدنت، inhibiting cholesterol absorption، بتثبط من امتصاص الكوليسترول، blocking the activity of bacteria. في بعض انواع البيواكتف كومبوننت زي ما اتكلمنا عن فينول الكومباوند بتبقى ليها انتي مايكروبيال افكت، ليها تاثير ايه؟ مضاد للميكروبات او فايرال، او تاثير مضاد للفيروسات. ديكريزنج، فاكرين لما كنا بنتكلم على احد البيواكتف كومبوننت اللي موجوده اللي بتعزز من المناعه ضد الاصابه بمرض نقص المناعه المكتسبه؟ كنا حاجه زي دي. ديكريزنج بليتيت اجريشن، بتعزز من، بتقلل من حدوث الجلطات، وبالتالي بتبقى مفيده لامراض الاجهزه الوعائيه الدمويه. ديستروينج هارمفول الجاستر انتنسنال بكتيريا، بتموت البكتيريا الضاره اللي بتبقى موجوده في القولون والامعاء اللي بعد كده بتسبب التهاب في القولون واللي بتنتهي في الاخر بسرطان القولون. They include wide range of chemical components، وده بيشمل عدد كبير من المركبات. زي ايه؟ طبعا على راسهم مين؟ فلور كومباوند. فلور كومباوند هي بتعتبر يعني اكثر البايو اكتف والنيوتروسيتيكالز اللي موجوده في الفايتوكيميكالز بشكل عام. منها برضو الكاروتونويدز، من الفايتوستيرولز والفايتوستانول. والفايتوستيرول هي الصوره اللي فيها الستيرول بس فيه رابطه زوجيه، ستانول مشبع ما فيش فيه رابطه زوجيه. برضو التوكوفيرول، وفي حاجه اسمها التوكوتيرينول، يعني في توكوفيرول وفي توكوتيرينول، والاثنين از فيتامين ايه ولهم نشاطات مضاده للاكسده. وعلى فكره التوكوفيرول من فلور كومباوند، بس ان احنا التوكوفيرول هو عباره عن ايه؟ فيتامين ايه، فاحنا دايما بنتعامل معاه بمفرده. اند مونو اند بولي انساتيوريتد فاتي اسيد، الاحمر الدهنيه احاديه وعديده في عدم التشبع
كل دي بتعتبر هي اهم الفايتو كيميكالز او النيوتروسيتيكالز او البايو اكتف كومبوننت اللي موجوده في الايه الاغذيه. نوت كونسبشن هاز شون تو لوور توتال بلود كوليسترول. بيقول لك ان استهلاك المكسرات بيقلل من الكوليسترول وخاصه اللو دينستي لايبوبروتين كوليسترول اند هاز بين اسوسايتد، وبالتالي فهو بيقلل من مخاطر امراض الكارديو فاسكولار ديزيز، امراض القلب والاوعيه الدمويه. سيميلر جروبز اوف بايو اكتف كومبوننت هاف بين ايدنتيفايد ان كاجو. في مجموعه من المركبات البايو اكتف اللي ليها تاثيرات حيويه او فانكشنال افكت، ليها تاثيرات وظيفيه موجوده في الكاجو. تشمل ايه بقى؟ المونو انساتوريتد والبولي انساتوريتد فاتي اسيد، والفينول كومباوند، والفايتوستيرول، والفايتوستانول، والتوكوفيرول، والفايتات، واند اذر مينرال كومبوننت. هيبقى قصده بيها الايه؟ المينرال والايه؟ والفيتامين. تعال نتكلم على اول نوع من انواع البايو اكتف كومبوننت اللي موجوده في الكاجو، اللي هو الفاتي اسيد بروفايل بتاعه. طبعا الكاجو بيتميز ان هو صحيح محتوى مرتفع من الفات، بس الدهون اللي موجودة فيه مفيدة لان هي غير مشبعة. كاجو نت contains a relatively high amount، ويعتبر من الأغذية الغنية في الدهون. It's total limits range، محتوى من الدهون اللي بتراه من كام لكام؟ من 40 ل 46.5%. The fatty acid composition، ايه بقى التركيب بتاعه؟ بيقول لك اول حاجة معظم الدهون اللي موجودة هنا ايه؟ اوليك، اللي هو سي 18 كام؟ فاكرين الاوليك ده قلنا موجود كتير فين؟ الاوليك ده في زيت الزيتون وحاجة تانية بس أنا مش فاكرها. ولا أنتوا فاكرينها صح؟ ها؟ الإيه؟ الإيه؟ الذرة؟ لا الزيت الاوليك اسيد ده ليه دور مهم في المينتال هيلث. الاوليك اسيد ليه دور كويس في المينتال هيلث، يعني الحمض ده ليه علاقه معينه كده بميتابوليزم بيحصل في المخ، فهو ليه علاقه في المينتال هيلث. موجود برضو الاوليك ويز سمول اماونت اوف، طبعا السي 16 زيرو ده اللي هو سائل السمعه اللي هو مين؟ البلمتك ده وحش، ما فيش اي خلاف خالص ان البلمتك ده يعني ايه، حتى الاستيارك ما هوش واحد زيه، يعني البلمتك اسوأ من مين؟ من الاستيارك. But with only trace amount، وفي كمية بسيطة قوي من الايه؟ من الاوميجا 3 اللي هو الليمولينين. يبقى الكلام ده معناه ان البريدومنت فاتي اسيدز اللي موجود في الكاجو هو مين؟ الاوليك اهو سي 18 تمام. هو بيقول لك ان الانساتوريتد ها بعد المحاضرة ذا افريج كونتنت اوف توتال انساتوريتد فاتي اسيد اوف كاجو، ان المتوسط الاحماض الدهنيه الغير مشبعه بتاعه الكاجو من 78 ل 80%. الكلام ده معناه ايه؟ ان انت لما بتاكل الكاجو فالدهون اللي انت بتاخدها دي كلها تبقى جايه من مصادر ايه؟ غير مشبعه. يبقى ايه هي الميزه الاساسيه اللي موجوده في الفاتي اسيد بروفايل او الدهون بتاعه الكاجو؟ ان هي غير مشبعه، والبريدومنت فيها هو مين؟ القليل. تمام كده؟ انسوها ايه؟ ذا كونتنت اه بيقول لك هنا موجود الاوليك واللينوليك فور كاجو نتس ار سيميلر اوف ذات كانولا اويل، شبه الايه؟ شبه زيت الكانولا. زيت الكانولا من الزيوت الصحيه اللي هي زيت بذور الليفت، بس مش الليفت اللي هو يعني العادي ده، نوع معين من من الكانولا. نيوتريشنال is considered as an essential fatty acid. اللينوليك ده على فكره
هتلاقي احيانا نقول ان هو حلو واحيانا نقول ان هو وحش. والفكره ان هو اسينشال فاتي اسيد بس يعني تناوله بكثره مش مرغوب اللي هو اللينولين. مور ايفر اللينولين كان بي ان الجريدد 2 اقول لك ان هو ممكن يتحول الى 20-4 which plays an important prostaglandin. البروستاجلاندين ده هي مجموعه من المركبات المشتقه من الاحمض الدهنيه واللي ليها دور في تخثر عمليه الثرومبيوتيك اللي هي عمليه تخثر الدم. فهو بيقول لك ان يعني هو هنا بيحاول يعني ايه يقول لك فايده من فوائده يعني. فود اند دراج ادمنستريشن منظمه الاف دي اي بتقول ايه؟ بتقول ان يا ريت يا جماعه كل يوم حضرتك تاكل ايه؟ حصه ونص او اوقيه ونص من المكسرات. ليه؟ لان المكسرات بتعتبر غذاء منخفض في الدهون المشبعه وفي نفس الوقت مفيش فيه ويكون قليل في اللحم في الملح وبالتالي فده هيقلل من الكوليسترول ويقلل من الملح ويخلي الدهون اللي انت بتتغذى عليها اكتر ان هي تكون ايه؟ انساتشوريتد. ده فاتي اسيد بروفايل على طول نخش على الاوليك نلاقيه بيمثل كام؟ يمثل اهو حوالي 61%. يعني ده هو البريدومنت اويل. يعني ليه على طول اللينوليك ولو جينا نبص على الاوميجا 3 هنلاقي قليل خالص. طبعا اللي فوق ده عباره عن ايه؟ ده بحث وده بحث وده بحث وده بحث. يعني ده مش انواع. يعني في ناس قدرت الفاتي اسيد بروفايل في الزيت بتاع الكاجو ولقوا الارقام ديت وناس ثانيه قدرت ولقت الارقام دي وهكذا. تمام؟ خش بعد كده على مين؟ فنوليك كومباوند. ناتشرال فنوليك كومباوندز ار ايبيكويتيوس اند ويدلي ديستريبيوتد سكندري ميتابولايتس ان بلانت كينجدوم بوزيزنج ات ليست وان اوف اروماتيك رينج ويز وان اور مور هيدروكسيل جرايد اتاج تو. طبعا اتكلمنا قبل كده على التركيب بتاع فنوليك كومباوند قلنا ان هي حلقه بنزين مرتبطه بمجموعه هيدروكسيل واحده او اكثر وهي منتشره فين؟ في العائلة النباتية السكندري ميتابولايتس يعني تنتج من عمليات التمثيل الغذائي. زي بلاي فيري امبورتنت رول ان بلانت وليها دور مهم قوي فين؟ في النباتات. اند اولسو ان بلانت درايفد فودز والاغذية المشتقة او المصنعة من النباتات. زي ار وان اوف ذا موست امبورتنت سورس اوف بايو اكتف كومبوننت ان هيومن دايت. على مدار المسافة اللي احنا مشيناها كانت كل الأغذية اللي احنا تناولناها كان البايو اكتف كومبوننت الرئيسي كان فيها هو مين؟ الفنول الكومباوند. Accumulating clinical epidemiological evidence have shown that phenolic mites participate in prevention of various diseases associated with oxidative stress. بيقول لك ان الدراسات الوبائية بتقول ان الفنول الكومباوند ليها دور في تقليل المخاطر بالعديد من الامراض المزمنة المرتبطة بحدوث عمليات الجهد التأكسدي. ايه الامراض المرتبطة بحدوث الجهد التأكسدي؟ عندك امراض الكانسر، امراض الكارديوفاسكولار ديزيز، اي امراض مرتبطة بالعملية اللي هي الايه الالتهابية ان الجسم يبقى في حالة من الحالة الالتهابية. فنول الكومباوند كود سيرف از ميجور ديترمينت اوف انتي اوكسيدنت بوتنشال اوف فود بيكوز اوف زير ابيليتي اوف دونيت هيدروجين اتوم اور ان الكترون ان اوردر تو فورم ستيبل راديكال انترميديت. القصه بتاعت فنول الكومباوند ان هي لديها القدره ان هي بتدي بروتون هيدروجين للفري راديكال وتحوله الى مركب مستقر وبالتالي تمنع حدوث التفاعل المتسلسل بتاع الاكسيديشن. الميجر فنول الكومباوند اللي موجوده في الكاجو هي ايه؟ طبعا المركبات الفنوليه كتير قوي. الانكاريديك اسيد، الكاردينول، الكاردونز، التوكوفيرولز اند اذر مينيور فنول كونستيتوانت والعديد من المركبات الاخرى. بعد كده التوكوفيرول والتوكوفيرولز اللي هو المركبات اللي ليها نشاط بيولوجيكال از فيتامين اي ودي بتقع تحت برضه الفنول الكومباوند. توكوفيرول ار ا كلاس اوف بلانت فينوليك اوفن انكاونترد ان فودز اند بوزيس امبورتنت انتي اوكسيدنت اند نيوتريشنال بروبرتيز. ليها نشاط مضاد للاكسده ونشاط تغذيه.
الفا توكوفيرول از بريفيلنت ان جازو وايل دي مش الفا دي جاما. جاما توكوفيرول از بريفيلنت ان جازو. لو انتوا فاكرين كنا برضو اتكلمنا في اللويز بنفس الطريقه. الشائع هنا للتوكوفيرول هو الايه؟ الجاما. الجاما توكوفيرول. بينما الالفا والسيجما موجودين بس الكميات بسيطه. طبعا يا جماعه الفكره في ايه؟ ان كل واحد من دول بيبقى له بيولوجيكال اكتيفيتي، يعني هم مش متشابهين في نشاطهم الحيوي، وده بيبقى فيلم كبير. وده بقى المفروض ان انتوا بخدتوه في التمثيل الغذائي، في التمثيل الغذائي جزء خاص بالفيتامينز. ذا الفا توكوفيرول ذا جاما توكوفيرول كونتنت ان اويل اكستراكتد فروم كاجو نتس رينج فروم. محتوى الكاجو من فيتامين ايه من 5.1 ل 6.8 مللي جرام لكل 100 جرام اويل. والاغذيه اللي فيها فيتامين اي برضه مش كتير. الجاما توكوفيرول از مور بوتنشال انتي اوكسيدنت، ويعتبر من احسن المضادات الاكسده. وحاجتين بيقوم ليه دورين، اولا بيعمل كمضاد الاكسده، وبيقوم ات از بور فيتامين اي اكتيفيتي ان بايولوجيكال سيستم. مين اللي ليه الفيتامين اي اكتيفيتي بيولوجيكال عالي؟ الالفا. فبيقول لك الجاما ده اهو هيشتغل كمضاد اكسده، انما از كفيتامين اي هيبقى ايه؟ منخفض. خدش بقى على الفايتوستيرول والفايتوستانول. ايه الفرق بين الفايتوستيرول والفايتوستانول؟ الاستيرول استانول هي الصوره المشبعه، الاستانول هي الصوره المشبعه من الايه؟ من الاستيرول. فايتوستيرول ار ترايتربينز، هي عباره عن ترايتربينز. عايز تقول ان هي ترايتربينز او استرويد، والاسترويد هي عيله من الترايتربينز. ويز ا وايد سبيكتروم اوف بيولوجيكال اكتيفيتيز ان انيمال اند هيومن از انتي انفلومنتري. طبعا الفايتوستيرول ليها وظائف فانكشنال افكت كتير. ايه بقى هي اهم الوظائف بتاعتها؟ اول حاجه انتي انفلومنتري، مضاده للالتهاب. انتي بكتيريا، مضاد للبكتيريا. انتي اوكسيديتيف، ده نشاط مضاد للاكسده. وانتي كانسر اكتيفيتيز. وليها كمان حاجه مهمه قوي ما قالهاش هنا، اللي هي ايه؟ ان هي بتظبط امتصاص الايه؟ الكوليسترول في الامعاء. زي ار اكتيف نون نيوترون سبستانس اند سيميلر ان ستراكشر تو كوليسترول، وتركيبها مشابه للكوليسترول. لذلك بيحصل بينها وبين الكوليسترول عمليه ايه؟ كومبيتيشن، تنافس. بق انكلود اميسايل اور اسايل جروب ات سي 24، ولكن السلسله الجانبيه بتبقى بتاعتها مختلفه. زي كفر بلانت ستيرول ان ساتوريتد اند بلانت ستانول ساتوريتد. يبقى ايه الفرق بين الاستيرول والاستانول؟ ان الاستيرول ان ساتوريتد فيها رابطه زوجيه، والاستانول وطبعا موجود فانكشنال فود كتير بيبقى موجود فيها فايتوستيرول، واللي بيستهلكها هم الناس اللي عندهم مشاكل في القلب عشان تقلل من امتصاص الكوليسترول. بوست بلانت ستيرول اند بلانت ستيرول ار افكتيف ان لورنج توتال اند ال دي ال كوليسترول، بيقلل من مستوى الكوليسترول في الدم. ليه؟ عن طريق ايه؟ انهبيتنج كوليسترول ابسوربشن، بتقلل من امتصاص الكوليسترول في السمول انتستين في الامعاء الدقيقه. ذا موست كومن ريبريزنتيف ممبرز، ايه بقى اهم الفايتوستيرول اللي موجوده في الكاج؟ طبعا عمليه صعبه بقى ان انا اقوم جايب في الامتحان اقوم جايب لك السؤال ده صورة اختيار، اقول لك البريدومنت ستيرول في الكاج، واقوم جايب لك واحد هو ايه السايتوستيرول، واجيب لك حاجات ثانيه. ماشي، فانت لازم تبقى عارف ايه هو المركب الشائع في الغذاء. سايتوستيرول وكامبستيرول والاستيجما الاسترول والدلتا 5 افينسترول والسايتوستانول، دول استانولات بقى، والكامبستيرول ديت هي الايه؟ الفايتوستيرول الشائعه في الكالسيوم. The structure of identified phytosterol and phytostanol in cashew not mainly include. يقول لك هم دولت بس اللي ايه؟ اللي موجودين. سايتوستيرول، كامبستيرول، استيجماستينول، سايتوستانول، كامبستيرول اند دلتا 5. هيبدا يقول ايه بقى؟ هو لخبطك بالشويه اللي فاتوا دول.
هيرجع يقول لك ايه هو البريدومنت، هو ايه هو الشائع اللي انت لازم تعرفه. اللي فوق دول مش هسالك فيهم، انما هسالك على مين؟ على الشائع بيتا سايتوستيرول. يبقى ايه هو الفايتوستيرول اللي شائع في الكاجو؟ البيتا، ده اللي انت تعرفه بقى، بيتا سايتوستيرول. ان كان يليه مين؟ الكامبستيرول. هتيجي تبص تلاقي البيتا سايتوستيرول موجود ب 112 ل 119 والكامبستيرول بكام؟ 10. يعني التاني ده قده 10 مرات. يبقى تقريبا الفايتوستيرولز اللي موجوده في الكاجو كلها معظمها هو مين؟ البيتا سايتوستيرول. يبقى انت عارف المعلومه ان الفايتوستيرول اللي موجود في الكاجو هو البيتا سايتوستيرول، وان المركب ده بيقلل من امتصاص الكوليسترول. وبالتالي لو في واحد بيجي له غلطات كتير وعنده كوليسترول بايظ وكده، فانت بتقول له كل الكاجو. طبعا لو انت فاكر هتلاقينا قلنا ان في فايتوسترول موجوده في اللوز وي. انت بقى المفروض تعمل ايه؟ هتشوف التركيز بتاع الفايتوسترول في الكاجو وتقارنه باللوز ونشوف مين فيهم اكتر. Total content of phytosterol and phytostanol in cajun are around 150 ل 158 ملي جرام ل 100 جرام. وبالتالي هنا بيعتبر الكاجو من الاغذيه اللي فيها يعني ايه محتوى كويس من الفايتوسترول. Sterol fraction of cajun not من الاغذيه برضه اللي فيها فايتوسترولات بتركيز عالي قوي زيت الرز بس الخام، الزيت اللي هو راجع الكور الرايس بران اوي بس الخام، وطبعا زيت الزيتون هتلاقي فيه برضه فايتوسترولات لانه خام. سترول فراكشن اوف كاجو قلنا البيتا سايتوسترول بيمثل كام؟ 79% و الدلتا فين سترول 9.4 والكام سترول وال 24 ميثايل ليفين كوليسترول 6.4 اند اذر مينرال سترول 4.7. كل ده تفاصيل للايه تحتاجها في وقت من الاوقات، انما المعلومه المهمه اللي تعرفها هي ايه؟ البيتا سايتوستيرول. اه ان هو البيتا سايتوستيرول، ماشي. بعد كده الفايتات، فاكرينه؟ كنا بنقول فين الفايتات ده كان موجود فين؟ وكان عامل لنا مشكله. كان موجود في الشوفان، وموجود فين كمان؟ في حاجه كانت موجود فيها الفايتات، فايتك اسيد. كليات صح؟ ماشي. ليجومز تمام؟ الفايتك اسيد بيعمل حاجتين، ايه هما؟ بيمنع امتصاص المعادن، وايه كمان؟ مضاد الاكسده. والفايتك اسيد من المركبات طبعا هو موضوع ان هو بيمنع امتصاص المعادن ده ان هو من المواد المخلبيه، يعني ايه؟ عنده قدرة ان هو يعمل المعادن يحجزها. فايتك اسيد نون از انيسيتول هيكسا، ده اسمه الكيماوي هيكسا هيكسا كاين فوسفات اور فايتين از سولت. اذا انا مور ذان سولت اوف بلانت فوسفور، فهو بيعتبر من الحاجات اللي فيها فوسفور في النباتات. It is sexual active. Phosphate groups have strong chelating. يعني وجود مجاميع الفوسفات بتخلي ليه قدرة عالية الشليتنج. شليتنج يعني ايه؟ ايوه مخلبي. فاكرين انا قلت لكم قبل كده اللي هي في نوع من السمك اسمه ليه مخلب كده بيقوم ماسك المعدن في النص. ability to complex with protein and particularly with minerals thus contributing to their anti-nutritional effect. فهو من ناحيه anti-nutritional effect لانه بيمنع امتصاص المعادن، بس قدرته على منع المعادن دي بتبقى له دور كويس كمضاد للاجسام. This is the main reason for mineral deficiency in young children in developing country اللي هم بيبقى تغذيتهم قايمه على الايه؟ البخوليات. Particularly those with low intake of essential mineral، يعني هم من ناحيه بياكلوا بخوليات كتير وما بياكلوش معادن كتير. فالفايتات بيعمل لهم مشكله. فالهاي انتيك اوف فايتات مرتبط بالديفينشي، بس في نفس الوقت هيجي يقول لك هنا ايه؟ Data reflected have attracted much interest in recent years due to their role in لقوا من الفايتات ده ليه كانسر بريفنشن، بيمنع الاصابه بالكانسر خاصه كانسر القولون.
انزل هايبو كوليستيروليك افكت وليه برضه تاثير مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم. فايتيتس مين ريديوس ريسك اوف كولون كانسر، بيقلل من مخاطر الاصابه بسرطان القولون. هم الجماعه بتوع امريكا والحته ديت بيخافوا قوي من سرطان القولون. ليه؟ الرعايه الصحيه عندهم كويس كويس، فالناس غالبا ما بتموتش بالامراض العاديه اللي احنا بنموت بها هنا، يوصلوا لاعمار طويله، فغالبا اللي موتهم في الاخر هو سرطان الايه؟ القولون. فتلاقي موضوع سرطان القولون ده عامل لهم مشكله، لان القولون لو جاله عندهم هناك في حاجه اسمها زراعه الاعضاء. زراعه الاعضاء ديت ايه؟ العضو اللي يبوظ شيلوه ويحطوا ايه؟ عضو مكانه، وبيزرعوا كل حاجه، حتى السنان، حتى الجلد، حتى العظم، حتى الرئه، بيزرعوا القلب والكلى والكبد والنخاع، كل حاجه بتزرع ما عدا مين؟ الامعاء ما بتزرعش. وبالتالي لو جه سرطان في القولون ملوش ايه؟ ملوش علاج. فدايما هتلاقي دايما هم مهتمين قوي بموضوع سرطان القولون، حتى ان هم بيعملوا لما في عندهم الشخص يوصل لسن في نهايه في الخمسينات، اول ما يجيب الخمسينات يعمل زي فحص كده زي منظار عشان يطمنوا من القولون بتاعه سليم. ريسيرشز نو ناو بليف ذات فايتيك اسيد فاوند ان ذا فايبر اوف ليجومز اند جرين، مصدره الاساسي الايه؟ البقوليات والحبوب. از ميجور انجريدينت ريسبونسبل فور بريفنتنج قولون، ان هو من الحاجات الاساسيه اللي ممكن تمنع سرطان القولون. They may be viewed as phytonutrient providing antioxidant effect، ليه تأثير مضاد للأكسدة؟ عن طريق إيه؟ إن هو بيربط الميتال أيون، والميتال أيون ديت برو أوكسيدنت، هي ديت اللي بتشجع عملية الأكسدة. موجود في الكاجو؟ موجود بتركيز 4 تقريبا 5 مللي جرام لكل جرام. Other bioactive micronutrient، ايه بقى الحاجات التانية الكويسة اللي موجودة؟ كاجو فروتس از اولسو ريتش سورس اوف فيتامين مينرالز اند اذر اسينشال مايكرو نيوترون، وده بيخليه وجود الفيتامين والمينرال فيه، كنا قلنا ان فيه حديد صح؟ بس فيه فيتيك اسيد. وجود العناصر المعدنية والفيتامينات دي بتركيزات كويسة يخليه ايه؟ هاي دينيسيتي فود، غذاء غني بالكثافه. ذا كاجو ابل ابل ابل، احنا بنتكلم هنا على الايه؟ السمر اللي هي كانت لونها اصفر دي، از ان اكسلنت سورس اوف اسكوربيك اسيد، مصدر كويس قوي لفيتامين سي، بس طبعا احنا ما بنشوفهاش دي من الجماعه بتوع الفواكه الاستوائيه على فكره. وديت لو كان في مجال في عدد كبير قوي من الفواكه احنا ما نعرفش عنه حاجه، اللي هي الفواكه الايه؟ الاستوائيه. خشوا كده على النت وحطوها على الكلاس روم، اعملوا سيرش عن الفواكه الاستوائيه، عدد كبير قوي الفواكه. فبيقول لك ان هو محتوى فيتامين سي اللي موجود في الثمره بتاعه الكاجو دي قد اللي موجود في عصير البرتقال من 4 لـ7 مرات. It is also rich source of vitamin A. بريكورسر، ايه هو الفيتامين ايه بريكورسر؟ ليه؟ اللايسين؟ ايوه كاروتينويدز. فيتامين ايه مش موجود الا في الانيمال سورس. طب البلانت سورس فيها ايه؟ فيتامين ايه بريكورسر. بريكورسر يعني ايه؟ مصادر اوليه، يعني ده الجسم هياخده يعمل منه فيتامين ايه. The high dietary intake of vitamin K، ده من الاغذيه اللي فيها فيتامين K، وقلنا دي اغذيه قليله. And low risk of hip fracture is reported، وده بالتالي هيبقى ليه دور كبير في عمليه تجلط الدم. كاجو نوتس اند باين نوت ار ذا تو نوتس ريبورتد تو كونتين ابريكابل اماونت اوف فيتامين كي. يقول لك ان الكاجو والباين، الباين ده كان صغير كده، هم دول اللي فيهم فيتامين ك، واحنا قلنا يوم السبت ان مين كمان اللي فيه فيتامين ك؟ لا اللوز ما كملناش اونلاين. طمن
اللي هي ثمره النخيل. يبقى انت معاك اهو شويه حاجات فيها فيتامين كي كويسه يعني. زي الكونتنت زير كونتينتس ار 34.8 من 53.9 مايكرو جرام. بتكلم هنا على فيتامين ك صح؟ وايل في الكاجو وفي البين نت. وايل موست اذر كومن كونسيومد نتس ساتش از اليمنت برازيل نتس اند بي نتس اند ويل نوت كونتينز اقل من 5 مايكرو جرام. يعني واحد يقول لك ان ال 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 الكاجو في 34 و 35 بقيه الحاجات موجود فيها اقل من 5، وبالتالي فبيعتبر الكاجو مصدر كويس قوي لفيتامين ك. However the increased consumption of dietary vitamin K could reserve the anticoagulation effect of warfarin and oral anticoagulant prescribed for primary and secondary prevention of thromboembolic disease. طبعا في ناس اللي هم بيبقى عندهم جلطات، ما دي نقطة برضه، بياخدوا مركبات بيسموها أدوية سيولة عشان يمنع حدوث الجلطة، وبالتالي لو خد لو كان كاجو كتير ممكن يعمل له ايه؟ يعمل له يساعد على تخثر الدم فيساعد على حدوث الجلطات. فبالتالي مش مطلوب ان اللي عنده مشاكل بياخد ادويه سيوله كتير واحتمال كبير ان يحصل له جلطات ان هو ياكل كاجو عشان ما يتعرضش للقصه دي. فولات از الجماعه اللي بيبقى عندهم بياخد ادويه سيوله كتيره دي لو خبط خبطه كده يعمل يحصل له زي. فولات از ا جينيريك تيرم فور ا كومبلكس فاميلي اوف ووتر سيلبل فيتامينز. وبرده الكاجو يعتبر مصدر كويس للفولات. ات بلايز ان امبورتنت رول ان نيوكليوتايد سينسز مايسيليشن. وطبعا الفولات ليه دور كبير قوي في اتصال الخلايا خاصه في مرحله الايه؟ اول الاسابيع بتاعه الحمل. ونقص الفولات بيؤدي الى حدوث احتمال تشوه للجنين. The content of folate in cashew nuts is محتوى الكاجو من الفولات 25 مايكرو جرام. ايه الاغذيه اللي فيها فولات؟ خضروات الورقيه، وعندك كمان مين اهو؟ وعندك الكاجو. The recommended dietary allowance والبقوليات على فكره برضه فيها فولات. فور فولات اكويليت نيت فور بريجننت وومن. بيقول لك ان احتياجات المراه الحامل ار دي اي ديت اللي هي الايه؟ اللي هي ريكومندد دايتري الاونس احتياجات اليوميه للمراه الحامل 600 مايكرو جرام. توايز ذا نورمال اوف ار دي اي اوف 30 مايكرو جرام از فور ان بريجننت. يعني يقول لك بالنسبه للمراه الحامل 600 والغير حامل 300. ولذلك الفولات كده ممكن الكاجو يدي لك، يعني اقول لك كده موجود 25 مايكرو جرام لكل ايه؟ لكل 100 جرام. فهو لو خد 100 جرام يبقى هو كده تقريبا خد 10% من احتياجه من الفولات. كده احنا خلصنا.